طب انت لما فكرت الاعتزال اعتزلت ليه يا كابتن خواجه؟ انا حبيت اسيب الملاعب قبل ما تسيبني. تسيب الملعب قبل ما تسيبني؟ اه. ما انت النهارده طب بطلت سنك كام سنه؟ 32 سنه. 32 سنه, سنة وشويه. هل في سن معين للاعب ان يعتزل فيه ولا المجهود والقدره؟ انت عندك القدره وخلاص بس. آه. برضو ما هو لازم برضو الواحد يكون عقلاني شويه يعني. نعم يعني انت انا انا جيل بيسلم جيل بالظبط كده. اه. فانا انا قلت سيب الكوره قبل ما تسيبني يعني ما جيش مثلا يقولوا لي بطل بقى العند مش عارف ايه ده احترام ده احترام نفسك بقى بالظبط كده. آه. وبعدين في نفس الوقت فجيت حسبتها منتخب لعبت دولي. نعم. عسكري اولمبي يعني عارف الحمد لله يعني. فالنهارده عايزين ندي فرصه للي بعدين. فحبيت ان انا اسيب الكوره قبل ما فقررت ان انا اعتزل الكوره. محدش فرض عليك الاعتزال يعني؟ لا لا لا. كان ماتشك مع مين يا كابتن؟ كان ماتش مع نادي المصري. كان ايام بقى الكابتن مصعد مر الله يرحمه. الله يرحمه. والشله الجميله اللي لعبت الفرقه كانت. طيب احنا وصلنا دلوقتي للفقره الاخيره في برنامجنا. الفقره اسمها انت مين؟ لما نقول الكابتن محمود الخواجه لما تطلع البطاقه بتاعتك كده او الهويه بتاعتك هتقول فيها انت مين؟ انا اسمي محمود عبد المنعم عبد الرحمن. ايوه. متزوج واعول وعندي من الابناء ثلاثه. اه. طارق وهيثم وادهم. لا علي صوتك كده في الاولاد وال عندي من الاولاد ثلاثه ما شاء الله. مين؟ طارق هيثم. طارق وهيثم وادهم. فيهم حد انت شايف فيه محمود الخواجه؟ هو ادهم الصغير يعني. ادهم الصغير ممكن ان شاء بيلعب الله ربنا بيلعب في النادي دلوقتي. بيلعب سنه كام سنه ما شاء الله؟ 2001 هو. 2001 بيلعب ايه؟ فرود ولا مهاجم؟ ما انتوا بتبداوا مهاجم بعد كده بترجع مدافع بعد كده. هو مش هيرجع ان شاء الله يلعب في مهاجم على طول. انت شايف فيه النجوميه ان شاء الله يعني؟ لا يعني على اساس ان احنا ساعات بنبقى نقمه ساعات على اولادنا ساعات.